عندما تكلم الصمت، والصمت هنا أو عندما يتكلم الصمت، الصمت هنا الكابتن الكبير الكابتن حسن حمدي، ربنا يديله الصحة وطولة العمر. امبارح كان ضيف مع الزميل أحمد موسى في قناة صدى البلد، يمكن اللقاء كان بالصدفة أثناء مباراة الأهلي والمقصة، ربما بعض الجماهير لم تتح لها فرصة متابعة هذا الحوار الدسم جدا اللي اتكلم فيه الكابتن حسن بأريحية طبيعية جدا وبالعفوية المعتادة عليه، لكن بحرص شديد جدا على النادي وامتنان جدا لكل اللي ادهوله النادي الأهلي قبل اللي هو أخده من النادي الأهلي من قيمة ومن مكانة رفيعة، ربنا دايما وأبدا يكرمه ويوفقه. نشوف الكابتن حسن حمدي وهو يتحدث كيف مارس الإدارة وماذا تعلم من الراحل العظيم صالح سليم. دايما بيشتغل بمجموعة، يعني مش حسن حمدي مش الرجل الواحد، فريق يعني عمل. حتى انت يمكن معاشرنا شوية كده، طب حتى في الأهرام تخش تلاقي عندي ناس قاعدة أتكلم معاهم، زملائي. صحيح. وحتى في النادي كويس لما بتحصل أي حاجة بقعد أتناقش كمجموعة، لما باخدش قرار لوحدي. كويس. ودي كانت ميزة الحمد لله، إن يعني أنا بسمع آراء كويسة، وفي الغالب ممكن رأيي ما يمشيش. يعني رأيي ممكن ما يمشيش وأنا رئيس نادي. كويس. ودي اتعلمتها يمكن من كابتن صالح. يعني لما في تصويت ما بيبقى مش معاك التصويت، بحترمهم. حصل بحترمهم كتير. طب كتير طبعا، يعني في مواقف يلا للتصويت ومجلس الاداره، بس المهم الكلام ده يبقى جوه حجره مجلس الاداره، ما يخرجش بره. ما يخرجش بره. كويس. لا ما بتضغطش على الاعضاء، اعضاء المجلس تحترم القرار. طبعا انا اتعلمت ده، اتعلمت تحديدا من كابتن صالح. لكن هو برضه مرة كان في السعودية وبيلعب بطولة هناك، كان هو رئيس البعثة يعني. نعم. حصلت مشكلة في السعودية وجمهور شتم النادي وشتم مش عارف ايه، وقال لك ايه انا ايه انا انسحب البطولة. فجاه ما جه عمل اجتماع مجلس ده. كويس. الفوتن كان ضده. تصويت كان مش معاه. واحترم. يعني انا كانت برضو يعني وجهة نظري ايه، احنا اشتركنا في بطولة، ما ينفعش نسحب من البطولة، النادي الاهلي ما ينسحبش من البطولة. كويس. قال لك بس الجمهور شتم وعمل، والناس دوت مسؤولين غير مسؤولين، وكل ده وارد في الرياضه. وارد. بس لما عمل لنا فوتينج كويس، وهو احترمنا كابتن صالح. بصوا الدروس، بصوا الناس اللي عايزه، لو عايزه تفهم الاداره تتعمل ازاي يا جماعه. الاهلي في المكانه اللي هو فيها ديت مش من فراغ، ومش وليده وقت ولا زمن ولا عصر، ده سيستم إداري قوي جدا موجود، هيفضل دايما وأبدا الأهلي قوي ما دام متمسك بهذه الثوابت الإدارية في هذه المدرسة. كابتن حسن حمدي بيتكلم على إنه مجلس الإدارة خالف الكابتن صالح، ومش الكابتن صالح كان مجرد رأي ليه، ده كان رئيس البعثة. رئيس البعثة في سفرية للأهلي أعتقد كانت في أبها في السعودية وحصلت مشاكل، فالكابتن حسن بيقول الكابتن صالح لما جه خدوا بالكم ده رئيس النادي ورئيس البعثه، يعني هو اللي شايف كل حاجه، وان الجمهور تجاوز وحصلت بعض التجاوزات، فالكابتن صالح رايه في مقاطعه. مجلس الاداره لما كابتن حسن بيقول لك حصل فوتنج، حصل تصويت، المجلس ضد راي كابتن صالح لاسباب انه لا ما ينفعش، مش احنا. كابتن صالح عاش اللحظه، شاف اللي حصل، قاله للمجلس، لكن حصل ايه بعد كده؟ المجلس صوت ضد رغبة أو ضد الرأي اللي شايفه الكابتن صالح، فكانت الترابيزة ضد الكابتن صالح، قال لك احترامها جدا ونفذ اللي هو المجلس عايزه وفضل يدافع عنه. فبيقول لك ده اللي أنا اتعلمته من الكابتن صالح. وأعتقد لو شفتوا كتير من المواقف المشتركة بين الكابتن حسن والكابتن محمود الخطيب هتشوفوا إزاي هذا النهر ممتد، إزاي العلاقة ماشية، وإزاي المدرسة بتخرج علشان كله يكون حريص على هذه الثوابت الإدارية اللي هي بتحافظ على النادي الأهلي. كابتن محمود الخطيب شارك الكابتن حسن في مسيرة طويلة جدا، يمكن الكابتن حسن افتكرها لما كانوا جنب بعض في ملعب رادس في تونس وقت ما الأهلي سجل هدفه القاتل لأبو تريكة في مرمى الصفاقسي. كابتن حسن والكابتن الخطيب إزاي عاشوا اللحظة، نشوف الكابتن حسن تذكرها إزاي.
سكور اعلى من الصفاقسي في تونس. وجي الجون في الوقت 90 او 91 في وقت القاتل زي ما نقول كده الضايع يعني الضايع. لما جه الجون رئيس النادي الاهلي البطوله والجمهور والملعب والدنيا يعني عملت ايه؟ قعدت زي ما انا وسقفت كده. كابتن الخطيب كان جنبي قام جري جري لا والله بضحك مش مصدقين يعني قام واتنطط وكده هوت يعني انا ما بتحركش حتى وانا مدير كوره عمري ما قمت مثلا من الدكه بتاعت ليه ثقه ولا انه ده ماتش كوره لكن في بطوله بتكلم على بطوله كده يعني. كابتن حسن مش ناسي انك كابتن الخطيب لان انا فاكر سمعتها من كابتن الخطيب كره وهي في الجو وهتنزل لابو تريكه كابتن الخطيب بيقول له من مره واحده وقال لك انا قلتها وجريت في الطرقه في اللحظه دي لان هو كمان كابتن الخطيب عاشها باحساس الهداف باحساس الفرود في الحته دي بيعمل ايه وخدها من مره واحده كتير وشفنا اهداف اسطوريه كتيره لكابتن الخطيب بالطريقه دي فهو عايش اللحظه والكره في الهواء زي ما كابتن حسين مدكور عليه رحمه الله كان كل هدف لكابتن الخطيب يقول له انا بلعبها معاك هو الخطيب كان بيلعبها معاه في اللحظه دي وهو قاعد جنب الكابتن حسن بيلعب مع ابو تريكه اللقطه دي في نفس اللحظه بالتصرف ده فالكابتن حسن قال لك الكابتن الخطيب سابني وجري في المدرج من فرحته باللحظه اللي الاهلي انتصر فيها وحقق هذا الانتصار كانت لحظه فعلا غاليه جدا وكان هدف رائع جدا في توقيت قاتل قوي بس الكابتن حسن ليه مقل فعلا ليه ما بيظهرش للإعلام كتير عشان يمتع الناس بالآراء ديت والدروس الكبيرة جدا أستاذ أحمد موسى سأله أنت ليه ما بتظهرش في الإعلام نشوف رد الكابتن حسن ليه الكابتن حسن حمدي ما بيحبش يظهر في الإعلام كتير من زمان ليه ما بتحبش الحكاية دي أصل يعني كان دايما وجهة نظري دايما أنا بعمل عمل رياضي وعمل تربوي والناشئين والشباب وكله دايما بياخدوا الحاجه ديت كقيمه قدوه يعني ومبادئ مبادئ نعم انا مش ممثل سينما محتاج اني اظهر ويبقى ليا جيت في التذاكر او اخد شهره عشان الناس تيجي تتفرج عليا وانا لعيب وانا كمان اداري يعني ممكن يعني لما تيجي في برنامج زي سيادتك ما جايبنا فيه خد بالك اتشرف اتشرف بيكوا يعني انا اقدر اقول المبادئ والاخلاقيات و و و و لكن مش هطلع بقى كل يوم في الجرايد ولا في الصحافه ولا في اي كان واقعد اقول هذا الكلام. عرفتوا الاهلي عظيم ليه؟ عرفتوا ليه انتوا ما بتشوفوش رئيس النادي الاهلي الحالي وقبل كده الكابتن حسن وقبل كده الكابتن صالح في الاعلام عمال على بطال ليه؟ قال لك احنا بنشتغل واحنا بنقدم عمل رياضي واحنا بنقدم قدوه للناس واحنا بنقدم حاجه للرياضيين وللناس بنربيهم على حاجه معينه فلازم نلتزم بده ولازم نقدم لهم فعلا الاهلي في الشكل اللائق بيه. هي دي المسؤوليه يا جماعه. وتلاقوا الكابتن حسن والكابتن الخطيب مدرسة واحدة في الدبلوماسية الهادية. راجعوا كل اللي بيعمله مجلس إدارة من نجاحات، يحقق كل اللي هو عايزه وبمنتهى الهدوء والسلاسة. مهما كانت الضغوط، ومهما كانت المشاكل، ومهما كانت التدخلات، يحقق مجلس إدارة الأهلي كل اللي هو عايزه حفاظًا على قيمة المكان وحقوق الأهلي. المرة حصلت كابتن حسن حمدي بيخالف رأي أو رغبة لرئيس الجمهورية الرئيس السابق محمد حسني مبارك في احتراف عصام الحضري لما هرب وسافر. متخيلين إنه رئيس النادي يجيله مش عايز أقول توجيه ولكن يجيله رأي إنه السيد الرئيس عايز كذا فيكون رد الكابتن حسن طب وحق الأهلي فين؟ ويقنع بيه وده المهم. نشوف الكابتن حسن في الجزئية دي. عصام الحضري جه وهرب من النادي عايز يلعب في سويسرا نعم كويس فايه جه وراح سايب النادي وهرب فهو مشي
بدون ما ياخد اذن، بدون ما ياخد استغناء، كويس، وراح هرب على سويسرا. كويس كويس. طبعا لازم ناخد موقف. ماشي. فطبعا خدنا موقف نمره واحد ايقافه، بلغنا من صعدها بقى للفيفا في ذلك الوقت. وهو كمان عمل اجراءات كتيره، اصل الموضوع ده تصعد يعني، كان في منتخب مصر كان كاسب، بطوله افريقيا، بطوله الامم، الافريقيه. نعم. وهو كان احسن حارس في افريقيا، واحسن حارس في افريقيا. وحضري لا، والرئيس بيكرمه، صح. هو طالع على المنصه عند الرئيس، قال له يا فندم انا، هو بيقول لهم انتوا عايزين حاجه يا ولاد؟ الرئيس بيسالهم، الرئيس مبارك، بيسالهم. قال له انا ليا طلب وحيد بس، عندي مشكله. قال له ايه؟ قال له انا النادي الاهلي بعدني كويس ووقفني، واخد بالك، و بالاسم حسن عندي هو اللي واقف الكلام ده. اشتكى حضرتك للرئيس مبارك؟ يس. فالرئيس مبارك كلم الدكتور زكريا، فما كلمني الدكتور زكريا، قلت له قول لسياده الرئيس ان الولد ده رفع علينا قضيه، هرب من النادي، وعمل شكاوي في الاتحاد الدولي، وعمل وعمل وعمل. اذا كان يرضيه هذا الكلام كويس، خلاص ماشي. انا بس انا بقول احنا ما اتطربناش على كده، او يعني النادي كده، احنا اضطرينا، خدنا القرار اضطراري. كلمني تاني على طول الدكتور زكريا، قال لي الرئيس بيقول انت راجل محترم ويا حسن وكلامك يمشي، الولد دوت يتوقف، ده الرئيس مبارك كويس، فأيد ان هو ده راجل شتم النادي ورفع قضيه على النادي وهرب من النادي، وازاي انا ما عاقبوش؟ أيد القرار اللي خدتوه. طبعا النادي اعتذر الحضري كذا مره، رفضت ترجعوه عشان الموقف ده ولا عشان القضايا؟ واحنا كنا في حاجه، عشان الموقف ده طبعا، لانه اثر علينا كحارس مرمى. طبعا يعني انه الحضري، بس ساعتها كسبنا الدوري وكسبنا الكاس وكسبنا بطولات، النادي عمره ما تاثر. النادي عمره ما تاثر ولا هيتاثر. كل لعيب يدي وكل لعيب عطاؤه يعني يقدر، لكن في النهايه ضوابط النادي الاهلي، تقاليد النادي الاهلي، صوره النادي الاهلي. حتى اللي حصل مع عبد الله سعيد، انا بقول لكم هو التاريخ بيكرر نفسه. اللي عمله مجلس اداره الاهلي برئاسه الكابتن حسن حمدي في وقت عصام الحضري، عمله مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب في وقت عبد الله السعيد. نشوف راي الكابتن حسن في معالجه موضوع عبد الله السعيد. اللي عمل عبد الله السعيد مجلس اداره اللي موجود مع عبد الله السعيد، عمل نفس الحكايه وراح ووقع واخد فلوس وكان. شفته ازاي؟ قرار النادي صح. قرار النادي صح. طب كويس، ما هو استرد اللعيب وباعه كمان وخد فلوس. ما هو عشان كده هو الاهلي. عندك ثوابت وعندك نظام وعندك مدرسه اداريه بتخرج كل هذه القيادات اللي بتاخد من نفس المعين وبتنهل من نفس المعين. يبقى باستمرار عندك ثوابت ومرجعية انت متكئ عليها، انت ما بتتصرفش من دماغك، انت بتستدعي التاريخ وبتستدعي كل قرارات الرموز اللي عالجوا بيها ده، فيفضل الاهلي بهذه القيمة وهذا التميز، ويفضل رموز النادي الاهلي بهذه المكانة حتى عند المنافسين. اسمعوا الكابتن فاروق جعفر وهو بيتكلم مع الكابتن حسن حمدي. الاهلي والزمالك ما كانش في فرق اهلي وزمالك غير هو في 90 دقيقه، 90 دقيقه اللي كنا بنلعبه، هو دولت المنافسه بين الاهلي والزمالك. لكن الاهلي والزمالك لعيبه بتحب بعض، لعيبه اصدقاء، لعيبه بتخاف على بعض، لعيبه. انا في موقف انساني من الكابتن حسن، انا كنت عملت حادثه، مش عارف هو فاكر ولا مش فاكر. فاكر. كنت عملت حادثه بالعربيه عند كوبري الجامعه. كوبري الجامعه. وانا بعد ما عملت الحادثه لقيت الكابتن حسن حمدي جنبي، خدني وداني عند اخوه الدكتور وعمل لي الغرز في حاجبي وفضل قاعد معايا لغايه ما بدا النار يخش، كسر عربيته والعربيه اتدشدشت. وانا يعني انا ده موقف مش هنساه، يعني موقف يعني واحد وهو عنده شغله كان خلص بقى الجامعه وكده، وكان هو عنده شغله ورغم كل ده قاعد معايا
كنا صحاب جدا، كنا يعني الاوضه كنا انا والكابتن حسن بنبقى قاعدين في الاوضه مع بعض. ان فعلا ان حسن عندي الانسان ده حاجه تانية خالص. حسن عندي ده الرقي والاحترام وطريقه كلامه وولائه للنادي وحبه للنادي والاجيال اللي جت بعديه. يعني كان في فتحي والخطيب ومصطفى عبده ومصطفى يونس، احنا في منتخب الشباب الناشئين او منتخب جامعه، كان كابتن حسن حمدي بيخليه يقول ازاي يبث روح وانتماء اللعيبه دي عند النادي الاهلي. كان يوم اللعيبه اللي ما بتلعبش دي كان تاني يوم ينزلوا يتمرنوا يعني عشان النادي، يعني الولاء للنادي ولاء للمهنه واللعبه. احنا عمرنا ما حسينا ان في اهلي وزمالك، عمري ما حسيت ان في اهلي، عمرنا ما حسينا انه في اهلي وزمالك. كانت كلها ايد واحده بروح واحدة باحترام واحد بمكانة واحدة، كانوا ونتمنى يرجعوا إن شاء الله.